السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور محمد فريد. النهاردة إن شاء الله هنكمل في Lesson 2 Unit 1. النهاردة بإذن الله هنتكلم في Graduation of Metallic and Non-Metallic Property of Elements in the Periodic Table. فهنا مع بعض هنكمل هنشوف تدريج خاصية الميتاليك والنون ميتاليك بروبرتي أو الخاصية الفلزية ولا فلزية في الجدول الدوري. طبعا عارفين إن الجدول بينقسم لدورات، فكل دورة هنعرف فيها ازاي بتتحرك او ازاي بتزيد او تقل الخاصية الفلزية ولا فلزية الميتاليك والنون ميتاليك، وهنعرف برضو الجراديويشن بتاعتها في الجروب برضو ماشية ازاي. فهنا بيقول لي we conclude from the following figure which represent a section of the Bodleian periodic table that يعني جايب لنا شكل المنظر الجدول الدوري الحديث، وبيورينا ان هو في الحاجات الميتال فين والميتالويدز اللي هي أشباه الفلزات، والنان ميتال اللي فلزات والإنرتجاز الغازات الخاملة. طبعا شايفين الألوان هنا بتمثل ايه على الجدول الدوري. فهنا بيقول in the same period each period starts with a strong metal except the first period، كل دورة بتبتدي ب فلز قوي ما عدا الدورة الأولى. وطبعا عارفين والشكل قدامنا اهو في الجدول الدوري. By increasing the atomic number بزيادة الرقم أو الرقم الذري ليها as we go from left to right بقى من الشمال لليمين the metallic property decreases till we reach metalloids يعني الخاصية الفلزية بتقل لغاية ما نوصل لأشباه الفلزات في الجدول الدوري. يبقى each period starts with a strong metal except the first period by increasing the atomic number as we go from left to right the metallic property decrease till we reach metalloid. يبقى decrease till we reach metalloid. بعد كده مكملين then the non-metallic property appears and increase by increasing the atomic number. الخاصية هنا بقى اللي فلزية بتزيد بزيادة الرقم الذري عشان احنا بنتجه من الشمال لليمين. فبعد ظهور الميتالويدز او الاشباه الفلزات بتظهر بعد كده النون ميتال. ف increasing by increasing the atomic number till we reach the strongest metal non metal in group 17. يبقى till we reach the strongest non metal in group 17 لغاية ما نوصل أقوى الفلزات في المجموعة 17. Then the period ends with the inert gases in group 18. بعد كده الجروب طبعا رقم 18 بيظهر فيه الغازات الخام. يبقى الخاصية الفلزية أو الميتاليك بروبرتي بتبقى decrease from left to right بتقل معانا من الشمال لليمين، ده طبعا by increasing the atomic number بزيادة الرقم الذري. يبقى هي decrease by increasing the atomic number. بعد كده طبعا الخاصية إن الميتاليك بروبرتي بتبقى increases by increasing the atomic number حتى لغاية أو لغاية ما توصل لي the strongest non metal in group 17. Then in group 18 and the end of the period is an inert gases بتظهر الغازات الخاملة طبعا في نهاية الجروب 18 في نهاية الدورة. هنا بيقول لي application the graduation of metallic and non metallic and non metallic property within third period، جايب لي الدورة الثالثة وبيقول لي عليها مثال في الخاصية أو تدرج الخاصية الفلزية ولا فلزية. By increasing the atomic number the metallic property decreases and non metallic property increases. طبعا احنا قلنا زي ما اتكلمنا ان هي في الاتجاه من الشمال لليمين كده الرقم الذري بيزيد، وفي نفس الوقت خاصية الفلزية أو metallic property decreases بتقل and non metallic property increases والخاصية اللا فلزية بتزداد. وهنا جايبها لنا المثال على الثيرد بيريد او الدورة الثالثة. بعد كده بيقول لي ان جروب ويتش ستارتس ويز اميتال، في الجروب اللي بيبتدي بفلز ذا ميتاليك بروبرتي انكريزز جرادوالي از وي جو فروم توب تو بوتوم ان از ان جروب 1 اي. هنا بيقول لي جيف ريزون ان هي بتزداد في تدريجي من فوق لتحت او كل ما بنتحرك من فوق لتحت. هنا حتى جايب لي السهم هنا بالمنظر اللي قدامنا ده ان هي الميتاليك بروبرتي انكريزز. طبعا هنقول لي جيف ريزون احنا عارفين ان كل ما بيزيد الرقم الذري بيزداد عدد مصادر الطاقه وفي نفس الوقت بيبعد عن قوه الجذب، فبيبقى سهل ان هو
يفقد الالكترونات الطاقه الالكترونات اللي في مستوى الطاقه الخارجي ليه. فمنقول because as the atomic number increases by the atomic size of metallic elements increases so the ability to lose out most electrons increases. يبقى سهل عليه ان هو يفقد الالكترونات مستوى الطاقه الخارجي ليه، وبيزيد سهوله ان هو يفقد الالكترونات دي. يبقى القدرة على فقد الالكترونات بتزيد في مستويات الطاقة الخارجية لما بيزيد الرقم الذري ليها، وبالتالي بيزيد الحجم الذري بتاعها. بعد كده بيقول لي the metallic property of the elements of the group which begins with a metal is directly proportional تتناسب طرديا to atomic number as shown in the following figure. فهنا هنشوف التناسب الطردي او العلاقة بين الخاصية الفلزية والاتوميك نمبر او الرقم الذري ليه. وهنا بالمنظر احنا شايفينه ده، هنكبر الرسمة قدامنا بالمنظر ده، هيبقى الميتاليك بروبرتي والاتوميك نمبر. الميتاليك بروبرتي فوق على الخط الرأسي والاتوميك نمبر على الخط الافقي زي ما احنا شايفين. طبعا العلاقة تناسب طرد هيبقى the relation between the metallic property and the atomic number of the element of group 1A. يبقى دي الرسمة اللي احنا شايفينها قدام. هنا بيقول لي نوت ليثيوم Li is the lowest metallic element in the group 1A. طبعا احنا عارفين بالطبق العلاقة اللي احنا قلناها ان هو اللي فوق او في اعلى المجموعة دي من حيث كفلز او كعنصر فلزي يظهر عليه الخاصية دي. فهيبقى الليثيوم is the lowest metallic element in group 1A والسيزيوم is the strongest metallic element in group 1A برضو. يبقى هو ده الأقوى، يبقى السيزيوم. فهنا بيقول لي السيزيوم is considered as one of the strongest metallic element، يبقى من أقوى العناصر الفلزية. طبعا ليه؟ هنقول because السيزيوم has the largest atomic size، الحجم الذري أكبر حجم ذري، so it can lose its valence electron easily، يعني الالكترونات التكافؤ بتاعته سهل ان هو يفقدها لانه اكبر حجم ذري. بعد كده عندنا اكسرسايز بيقول لي منشن وزدرونج، يعني نظهر بالرسم ذا تايب اوف ذا ريليشن بتوين، نذكرها بالرسم العلاقه بين اتوميك سايز اند ميتاليك بروبرتي. هنا طبعا الاتوميك سايز مش الاتوميك نمبر، هنا دي علاقه تانية هنشوفها دلوقتي. فور element of the same group لنفس الجروب، هيبقى طبعا الرسمة زي ما احنا شايفين برضو علاقة طردية. هنكبر الرسمة معانا، الميتاليك بروبرتي والاتوميك سايز الحجم الذري، فلما بيزيد الحجم الذري بيزيد برضو الخاصية الفلزية او الميتاليك بروبرتي. هنا العلاقة هتبقى the relation between the metallic property and the atomic size. هيبقى هنا هنقول there is a direct relationship between the atomic size of the element and its metallic property برضو بين الحجم الذري والخاصية الفلزية للعنصر. يبقى الخاصية الفلزية للعنصر والحجم الذري الاتوميك سايز دايركت ريليشن شيب مع او ويز ذا ميتاليك بروبرتي. يبقى بايز انكريزنج ذا اتوميك سايز ذا ميتاليك بروبرتي انكريزز، يبقى بزيادة الحجم الذري هيبقى الخاصية الفلزية تزداد. وهنا الرسمة زي ما احنا شايفين ميتاليك بروبرتي والاتوميك سايز العلاقة ما بينهم طردية او دايركت ريليشن شيب. هنا بيقول لي لاحظ برضو ان الميتاليك جروبس جروب ويتش ستارت ويز نون ميتال، الجروبات بقى اللي بتبتدي بعنصر لا فلزي، يبقى النون ميتاليك بروبرتي ديكريزز جرادوالي از وي جو فروم توب تو بوتوم از ان جروب 7A، يعني الخاصيه اللا فلزيه بتقل تدريجيا كلما بنتحرك من اعلى الى اسفل. واحنا عارفين طبعا ان في الخاصيه الفلزيه الخاصية الفلزية بتزداد من فوق لتحت، انما هنا الخاصية اللا فلزية والنان ميتاليك بروبرتي بتقل decreases gradually as we go from top to bottom in as in group 7A. يبقى هنا الخاصية اللا فلزية بتقل تدريجيا من اعلى الى اسفل. الخاصية اللا فلزية والنان ميتاليك بروبرتي بتقل decreases gradually as we go from top to bottom as in group 7A، يبقى بتقل تدريجي من اعلى الى اسفل. decrease gradually as we go to from as we go from top to bottom as in group 7A. دلوقتي هنشرح مع بعض زيادة ونقصان في او decrease و increase في البروبرتيز اللي على الجدول الدوري.
وهنشوفها مع بعض دلوقتي بإذن الله هنفصلها مع بعض. enables the following figure shows the graduation of properties of elements in the modern periodic table. في جدول الدوري الحديث هنشوف تدرج الخواص دي. فهنا أول حاجة هنشوفها في ال period وبعد كده هنشوفها في groups. فهنا بيقول لي by increasing the atomic number in period. طبعا في ثلاث حاجات هنا هنشوفهم مع بعض واحنا دخلناهم ودرسناهم. هيقول لي by increasing the atomic number بزيادة العدد الذري, the atomic size decrease. طبعا هنا هنقول بيقل ليه, زي ما قلنا ان ال attraction force between the nucleus and electrons فطبعا قوة الجذب دي لما بتزيد بتقلل الحجم بتاع العنصر ده, هيبقى the atomic size decrease. تاني حاجة the metallic property decreases, طبعا دي شرحناها برضو النهاردة لغاية ما نوصل للميتالويدز وبعد كده النون ميتالز. فبعد كده معانا the non metallic property increase, ودي تالت حاجة زي ما قلنا بنوصل للميتالويدز وبعد كده بتوصل كمان للنون ميتاليك وأقوى النون لو the most strongest non metallic in group 17 زي ما بنوصل ليها في جروب 17 أقوى اللايف للذات. بعد كده نيجي ل in group هتبقى the atomic size الأول by increasing the atomic number, هيبقى ال atomic size طبعا increase, وده برضو قلنا ليه, لأن ال energy levels بتزيد فبتزود الحجم بتاع العنصر, يبقى the atomic size increase. و the metallic property increase برضو الخاصية الفلزية بتزيد. بعد كده the non metallic property decrease, طبعا الخاصية الفلزية بتقل. الخاصية الفلزية قلنا إن هي كانت بتزيد ليه, عشان بيبقى سهل ان هي يفقد العنصر اخر اخر الكترونات في التكافؤ ليه, وعشان كده بيبقى خاصية الميتاليك بروبرتي بتبقى زيادة كل ما بننزل لتحت, يبقى increases طبعا. ودي الاتجاهات قدامنا, هنا في الجروبس بننزل لتحت وفي البريد بنتحرك من الشمال لليمين. بعد كده هنا عندنا application بيقول the following figure represents a section of the periodic table, وعلى اساس الشكل اللي مدولنا ده هنجاوب على الاسئله اللي جايه لنا. فبيقول لي determine the symbol which indicate the following, the largest atomic size element of the third period, اكبر حجم ذري في العناصر في الدوره الثالثه. طبعا هنقول الصوديوم ال Na قدامنا, ده الاختيار اللي احنا اخترناه, وطبعا هو في الدوره الثالثه هو اكبر حاجة, والدورة التالتة قدامنا هنا لأنها هو لأن هو اللي على الشمال وبيبقى تحت أكتر حاجة, يبقى ليفت وبوتوم. بعد كده تاني سؤال, the element whose electronic configuration is similar to the electronic configuration of ion of potassium أو الكي element, يبقى العنصر ده العنصر اللي بيبقى المتشابه دي طبعا بيكون الأرجون, هو العنصر الأول الغاز الخام اللي قبليه. فطبعا لما بيفقد الإلكترون بيوصل دي الشكل الإلكتروني أو التوزيع الإلكتروني configuration للأرجون. تالت سؤال, a non-metallic whose electronic configuration of its ion is similar to the electronic configuration of argon element, يبقى عايز اللافلز اللي بيشبه الأرجون في الأيون بتاعه, يبقى الأيون بتاعه بيكون شبه الأرجون. ايه هو؟ هيبقى الكلور طبعا لان هو نان فلز وهو اللي قبل الارجون, فلما بيجي يتفاعل بيكتسب الكترون وبيتحول لايون نيجاتيف او ايون سالب, ودي طبعا شفناها وشرحناها قبل كده. رابع سؤال بيقول ان element whose electronic configuration of its ion is similar to electronic configuration of helium element, طبعا اللي بيشبه الهيليوم هنلاقي الهيليوم هنا في الشكل قدامنا. طبعا العنصر اللي بعديه هيبقى الليثيوم, ولما بيفقد الالكترون بتاعه بيتحول لبوزيتيف ايون بيرجع للتوزيع الالكتروني ليه الهيليوم او الغاز الخام اللي بيسبقه. يبقى هو ده الايون اللي بيشبه غاز الخام او للتشكيل شكل الالكتروني الكترونيك كونفيجريشن اوف هيليوم, يبقى الليثيوم. سؤال رقم خمسة معانا, a metal whose electronic configuration of its ion is similar to the electronic configuration of neon element. هنا بيحدد لي اول حاجة ان هو طالب metal, معنى ان هو طالب metal يبقى مش هينفع طبعا حاجة non metal, وبالنسبة للنيون فمش هينفع اخد مثلا الفلور لانه non metal. فانا محتاج دلوقتي metal اللي بيبقى التوزيع الالكتروني للايون بتاعه
مشابه للنيون او عنصر النيون. يبقى الالكترون كونفيجريشن المشابه ليه هيبقى طبعا الصوديوم او الان ايه هنا، لان هيبقى الان ايه معانا موجود لما بيتحول لبوزيتيف ايون يبقى التوزيع الالكتروني ليه مشابه للنيون. وبكده كنا حتى شرحنا الموضوع ده، متهيألي ان هو بيبقى النيون توزيع الكتروني ليه 10 فالصوديوم 11، اول ما بيبقى بوزيتيف ايون بيبقى 10 مشابه للنيون اللي بيسبقه في الجدول الدوري. وبكده هوز الالكترونيك يبقى الميتال هوز الالكترونيك كونفيجريشن اوف اتس ايون از سيميلر تو ذا الالكترونيك كونفيجريشن اوف نيون اليمنت، هيبقى الصوديوم هيبقى سيميلر تو ذا الالكترونيك كونفيجريشن اوف نيون اليمنت، يبقى الصوديوم لان ايه قدامنا اللي اخترناه. وبكده يبقى خلصنا باذن الله جزئيه النهارده، والحمد لله كده. المره الجايه باذن الله هنبتدي في الجزئيه اللي بعدها. ولو عجبكم الفيديو شير ولايك، ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك وندعم القناه الفتره اللي جايه، عشان ان شاء الله باذن الله نطور اكتر منها ونحاول نفيد اكتر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.